نحن الآن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وعلى هذه الأمة، أمة حبيب محمد، بالخير والسلام والأمان والصحة والعافية. في هذه الأيام المباركة يستحب الأعمال الصالحة، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة والصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يستحب في هذه الأيام، أيام ذي عشر ذي الحجة، التكبير والتهليل والصدقة والتسبيح وقيام الليل وصلاة التسابيح وصلاة الليل والتهجد وقراءة القرآن والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور لا تحتاج إلا إلى جهد يعني بدني، ولكن هناك عبادات تحتاج إلى ماديات مثل ما نقول يعني فلوس، يعني منها مثلا الأضاحي. فنحن من هذا المنبر، منبر الموصلية، ومن هذا الجامع، جامع السلطان ويس في المنطقة القديمة، نناشد الميسورين والأغنياء من أهل هذه المنطقة ومن أهل الموصل القديمة أو سواء في الجانب الأيسر، أن يساعدوا هؤلاء الفقراء في هذه الأيام المباركة بأن ينووا الأضاحي. لماذا ينووا الأضاحي؟ شبه العلماء المضحي بالحاج. إذا نخاطب من هذا المنبر، منبر الموصلية، إلى الأغنياء بأن يضحوا في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، ويساعدوا وخاصة المنطقة القديمة لأنهم يحتاجون إلى مساعدة. انتهينا من موضوع الأضحية، نأتي إلى المساعدات المادية التي تكون قبل عيد الأضحى المبارك. تذهب إلى بيوت الأرامل، الأيتام، عن طريق اللجان الجوامع، عن طريق المختارين، عن طريق الوكلاء، الحصة التموينية، يعرفوا أن هناك أناس محتاجين، فقراء متعففين، ليحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يذهبون إلى الشارع ولا يأخذون من الناس، وإنما جالسون في بيوتهم. هؤلاء ابحث عنهم وفرحهم قبل العيد. نحن الآن نطالب من أغنياء الموصل ومن الأغنياء بشكل عام أن يلتفتوا إلى الفقراء، يعطوهم، يوسعون عليهم، حتى يضحون، حتى يشترون ملابس الأهل ومذويهم. وأنا أقول لكم يعني باب العمل الصالح مفتوح. النبي قال أفضل الأعمال العمل الصالح فيها في هذه الأيام، والعمل الصالح هو صدقات، هو إغاثة الملهوف، هو إدخال السرور على الفقير، هو الموظف في دائرته إذا يزيد في إخلاصه في إتقان عمله، هذا من العمل الصالح له. ولكن في نفس الوقت ابحث عن الأقربون الفقراء عندك داخل المنطقة. فاليوم أنا عندي فضلة من فلوسي وأريد أوسع، أروح على الأقربون من عشيرتي، من أقربائي، من بيتي، حتى أقدر أن أوسع على الناس أكثر وأدخل الفرحة أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأقربون أولى بالمعروف. وأكيد نحن تشوف الجوامع في أي أزمة تمر بها الموصل من 2003 ولحد الآن، تشوف الجوامع لها ما شاء الله بصمة كبيرة، إغاثة الملهوف كذا. نحن في جامعنا هنا عندنا مشروع مثلا المساعدة في الحالات الطبية، يعني يحتاج عملية فقير يأتي بالتنسيق معنا أو يحتاج دواء، ممكن نحن بعد تسكيات يمر بها من المختار أو من إمام جامع، من بعد تسكيات يمر بها مستعدين أن ييسر له العملية وييسر له الدواء. وأكو جوامع أخرى في بعض المناطق تقوم بأعمال السلات الغذائية، توزيع الرواتب للفقراء بالتنسيق مع أغنياء الأمة.